دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناتي سيزين شانيل. الا كنتو اول مره كتشوفوا قناتي وعجبكم المحتوى ديالي، ما تنساوش تشتركوا وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بالجديد ديالي. كما شفتوا معايا في العنوان، اليوم غنشارك معكم ماسك جد رائع كيحفز انتاج الكولاجين وكيرطب البشره من العمق. هذا الماسك يصلح لجميع انواع البشره. هاد الماسك كيعطي ايضا الاشراقه ونضاره وكيحافظ على الرطوبه ديال البشره والشباب ديالها. قبل ما نبدا الوصفه نعرفكم على فوائد ماسك الكولاجين للبشره. الكولاجين هو نوع من البروتينات المهمه للبشره والجسم ديالنا، وعنده فوائد كثيره، من بينها كيمنح البشره المرونه، كيحمي البشره من التجاعيد، كيرطب البشره، كيخفف من مظهر المسام المفتوحه. دابا على بركه الله نخليكم مع الوصفه والمكونات. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه جد رائعه وفعاله. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايكات ديالكم وتخليوا لي تعليقاتكم زوينه. بالنسبه للمكونات ديال الماسك ديالنا، غنحتاجوا كيوي خاص يكون طايب، غادي نحتاجوا حبه واحده من الافوكادو خاص حتى هي تكون طايبه، وغادي نحتاجوا العسل. دابا على بركه الله ندوزوا نحضروا الوصفه ديالنا. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. بالنسبه للفوائد ديال الافوكادو، غني بالفيتامينات مثل فيتامين ا والاو اللي مهم لترطيب البشره، والكيوي غني بالفيتامين سي، وبالنسبه للعسل كيعطي الاشراقه والنضاره للوجه. فواحد لاسيت درت نصف حبه من الافوكادو، كنمعكها مزيان بالفورشيت. كما معروف الافوكا زوينه بزاف للبشره، كترطبها كتلمعها. كما معروف الافوكا غنيه بالفيتامينات، فيها لا فيتامين ا ولا فيتامين او، كنمعكها مزيان. هذا الماسك زوين بزاف، كيرطب البشره وكيعطيها النضاره والاشراقه، كيعطيها الكولاجين اللي كتحتاجها البشره ديالنا. كنمعك مزيان. كنمعك مزيان حتى تولي ليا لافوكا بحال شي كريم. كنت ديجا شاركت معكم ماسكات بالافوكادو، غادي نخليها لكم في واحد الاناء او بيان في صندوق الوصف اللي باقي ما شافتش لا فيديو. كنضيف كيوي كنستعمل النصف ديالها. كما معروف كيوي غني بلا فيتامين سي، ولا فيتامين سي مهم بزاف للبشره ديالنا، حتى هو كيساعد في انتاج الكولاجين اللي غادي تحتاجوا البشره ديالنا. كنمعكم مزيان مع الافوكادو حتى يولي وليا بحال لا كريم. هذا المزيج ديال الافوكادو والكيوي هما اللي كيحفزوا لينا انتاج الكولاجين، وكيعطي واحد الاشراقه والنضاره للبشره ديالنا، وكذلك كيجبد الوجه. هذا الماسك كنستمر بالمزج جيدا حتى نحصل على لا كريم، وكيرطب البشره ديالنا من العمق، خصوصا مع دابا البرد البشره ديالنا كتنشف بزاف، خصنا ضروري من العنايه بالوصفات الطبيعيه. بالنسبه ليا كنشارك معكم وصفاتي الطبيعيه المجربه 100% وفعاله. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذا الماسك. كنضيف العسل. كما معروف العسل كيرطب البشره وكيحميها من التجاعيد وكيشد البشره ديال الوجه. كنمزج مزيان المكونات. جربوا البنات هذا الماسك زوين بزاف، غادي تلاحظوا الفرق من الاستعمال الاول. انا ديما كنستعمله مره واحده في الاسبوع، كيعطي لينا ليفي ديال البوتوكس او ميم طون،
وكيحفز انتاج الكولاجين. كنمزج مزيان الكولاجين، مادة أساسية للبشرة ديالنا خصوصا حنا العيالات. هو الماسك ديالي واجد، هو الماسك ديالي كيجي على هذا القوام بحال شي كريمة، كنابليكيوه على الوجه ديالنا بدون ما نساو العنق حتى هو. كما كتشوفوا كيجي بحال شي كريم، كنخليه واحد المدة ديال 20 دقيقة حتى ينشف لينا. كنغسلو الوجه ديالنا بجيل نيتوايون، وما تنساوش الترطيب البنات، ضروري من الترطيب. نتمنى ان شاء الله وصفة اليوم تنال اعجابكم، جربوها البنات جد فعالة. نتمنى ان شاء الله وصفة اليوم تنال اعجابكم وجربوها البنات، وإلا جربتوها وخليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق. وصفة جد رائعة وفعالة خصوصا البشرة الجافة. وكنبغي نشكر اي وحده كتاخذ من وقتها وكتكتب لي تعليق، شكرا لكم بزاف. وإلا كنتو اول مرة كتشوفوا قناتي وعجبكم المحتوى ديالي، ما تنساوش تشتركوا وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بالجديد ديالي. ان شاء الله في الفيديو الجاي. بسلام عليكم البنات.